هل تبحثون عن تجربة طعام فرنسي بلمسة من التقاليد العريقة؟ إذن راتاتولي المخبوز، وهو النوع السهل من كاسيرول الخضار التقليدي، يعد طبقاً مثالياً. كل ما تحتاجونه هو الكوسة والبطاطا والبصل والباذنجان والطماطم وزيت الزيتون والجزر والسيلري والزبدة والفلفل والبارميزان والبقدونس. سيرشدكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لتحضير راتاتولي الشهي. بالتأكيد سيتذكر ضيوفكم الباستا اللذيذة التي تقدمونها لهم. تعد سباجيتي باستا علامة مميزة للمطبخ الإيطالي، وتنتشر في الكثير من أصقاع العالم أيضاً. كل ما تحتاجونه هو مكونات بسيطة كالطماطم الكرزية وعيدان سباجيتي وزيت الزيتون والثوم. سيأخذكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لتحضير سباجيتي الباستا بسهولة فائقة.
كوي سادياس طبق لذيذ وسهل ومليء بالجبن، يمكن تحضيره من المنزل مع مقادير بسيطة كاللحم والخضار والجبن والتوابل. سيرشدكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لتحضير الكوسادياس بسهولة فائقة.
البطاطا محبوبة لدى الجميع بأي شكل كانت، سواء كطبق جانبي أو كمقبلات أو طبق رئيسي. تكون البطاطا مناسبة لكافة الوجبات تقريباً. سيأخذكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لتحضير البطاطا بأربع طرق، وهي بطاطا دوشيس، بطاطا جراتان، بطاطا فوندان، والبطاطا المحمرة.
أسهل وجبة لدجاج الباربيكيو على الإطلاق، تتألف من ثلاث مكونات فقط: الدجاج، صلصة الباربيكيو، وفتات الخبز. تعد وجبة مثالية عند العودة إلى المنزل بعد يوم شاق. إنها مثالية حين لا يكون لديكم ما يكفي من مواد الطبخ. سيرشدكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لصنع دجاج الباربيكيو بأسهل طريقة. هذه وصفة دجاج الترياكي الوحيدة التي تحتاجونها. تتألف من ثلاث مقادير رئيسية: هي الدجاج، صلصة الصويا، والسكر البني. إنها مثالية حين لا يكون لديكم ما يكفي من مواد الطبخ. إنها ما تحتاجونه لعشائكم بعد يوم من العمل الشاق. سيرشدكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لتحضير وجبة دجاج الترياكي السهلة هذه.